بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور. التمرين ده هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. التمرين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجزء بتاع العدد اللي هو ده، مشطوط من اليمين ومشطوط من الشمال، في فتحة من تحت راكب عليه الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق ده لو جيت بصيت هتلاقي عرضه أقل من عرض الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت عرضه زي ما هو موجود 64، الجزء اللي فوق عرضه 58. تمرين سهل وبسيط، لكن طبعا خلي بالك ازاي تعمل دي، وخلي بالك تعمل ده ازاي. فانا هبدا من هنا برسم الجزء ده، وبعد كده ارسم الحته دي، وامشي من هنا لحد هنا بمقدار عرض الحته دي اللي هو مديها لي وليكن ب 8 هنا هنا. خلاص؟ بعد كده هرسم الحته اللي فوق دي ازاي؟ بعد كده احدد مكان النقطه دي ومكان النقطه دي، وابدا اشتغل وارسمهم منها وابدا اكمل. ازاي؟ تعالى ما نشوف. اول حاجه زي ما قلنا هبدا من هنا، عم حط راسي مقدار الجزء ده اللي هو هتلاقيه بمقدار 8، وامشي كده مايل المقدار اللي هو 34، واطلع راسي وامشي كده مايل زاوية 30 بمقدار ال 34. بعد كده من هنا نفس الكلام، امشي بمقدار 22. بعد كده اطلع راسي بمقدار الجزء ده 13، امشي مايل بمقدار الحتة دي 20، انزل راسي بمقدار 13، امشي مايل لحد ما اكمل دي كلها ال 64. بعد كده اطلع راسي بمقدار 8 بكده. طب بعد كده عايز اعمل الخط ده، اعمله ازاي؟ هو قايل لك ان دي 30 ودي 64 والحته دي بالنص، يمينها زي شمالها، يبقى تقوم جاي عامل ايه؟ تقول 64 ناقص 30 لك 34 على 2 بقى 17، يبقى تقوم جاي من هنا ماشي بمقدار 17 وطالع بمقدار الراس ده اللي هو مقدار الحته دي. الحته دي هتلاقيها كام؟ قايل لك 26، يبقى طالع هنا ب 26 وتقوم جاي ايه؟ نص. يبقى تمشي هنا بمقدار 17 اللي هو حاصل طرح الحته دي ناقص الحته دي، مفروح من الحته دي على 2 اللي هيديك الحته دي والحته من الناحيه الثانيه، تقوم جاي طالع من مقدار 26 وشاد الخط كده مقدار 30، وبعد كده جاي موصله الجزء اللي ورا. يبقى انت عملت الحته دي. بعد كده اعمل ايه؟ امشي من هنا مايل بمقدار 8 وامشي من هنا مايل بمقدار 8 واوصل. يبقى انا خلصت الحته اللي فوق دي. بعد كده هعمل اللي فوق ده ازاي؟ انت عندك عرض اللي هو 58، 58 ودي 30 يبقى الباقي 28، او العكس 58 واللي تحت 64 يبقى الباقي عندك 6. يبقى انا لو جيت من هنا 3 يمين طلعت كده راس، يبقى دي النقطة. لو جيت من هنا يمين وجيت مشيت 3 طلعت راس، يبقى النقطة ده اللي هي قصاد دي بالظبط. يبقى اجي من هنا واطلع كده مايل بزاويه 30 بمقدار ال 8 تاني، عندك الحته دي في النص بالظبط، وصلنا كده في النص، فيمينها زي شمالها، وعندك العرض ده كله 64 ودي 58، يبقى تطرحهم من بعض وتقسمهم على 2، يديك 3 يمين و3 شمال، يبقى تقوم جاي جاي بالنقطه دي، ماشي 3 بزاويه 30، طالع راس هتلاقي جت معاك النقطه دي، تمشي بعد كده مايل بمقدار ال 8 دول، هيحدد لك النقطه دي، اهي، اجي من هنا، امشي بمقدار 3 واطلع راس. وليكن هتيجي النقطة دي. أجي من هنا مايل بزاوية 30 من مقدار 8. بعد كده أقوم جاي موصل دي. أهي عملت الخط ده. بعد كده أمشي مايل بزاوية 30 بمقدار مين؟ مقدار عرض الجزء ده اللي هو هتلاقيه 16. بعد كده أطلع رأس. رأس لحد فين بقى؟ هنشوف دلوقتي. عندك هو قايل لك إيه؟ المسافة دي 5. يبقى أنت لو جيت من هنا خط مايل كده هتعرف النقطة اللي قصاد دي. بعد كده تيجي من فوقيها هتطلع إيه؟ 5. تقوم جاي موصل. نكمل بقى تاني. انت مش عارف الطول ده كله قد ايه لان ده نازل على الحته المايل، تعمل ايه؟ تيجي من هنا وتقف مايل بزاويه 30 لحد ما تقطع معاك الخط ده خط وهم كده، يبقى خلاص النقطه دي اللي هي قصادها، والحته دي فوق الحته دي بمقدار 5، يبقى تقوم جاي واقف هنا وطالع بمقدار 5، يبقى انت عملت دي. بعد كده تكمل بقى ال 58 بتوعك كلهم اهو، تنزل كده راسي، تكمل كده موازي بمقدار 16، تنزل كده راسي، بعد كده تكمل بمقدار ال زاوية 30 لحد 58 مللي، تمشي تاخد تمام زاوية 30 كده. ناقص لك ايه تاني؟ ناقص لي الخط ده اهو، اطلع كده مايل بزاوية 30 لحد ما تطلع معايا. ممكن تلاقي ان الخط ده مايل شوية وظاهر معاك حتة ورا، فعلى حسب الرسمة عندك هيتبان. هل انا كده خلصت؟ لا لسه. هشد من هنا الخط اللي هو بتاع الحتة اللي تحت دي. في حاجة بالنسبة لي كده ناقصة؟ لا انا كده خلصت، وما تنساش ان الخطوط بتاعتك تكون كلها متوصلة.
كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.